السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة النهاردة الدرس رقم 1 في الشابتر الثاني. الشابتر هنا بيتكلم عن الأكاونتنج، ترانزاكشن أناليسيس، أناليسيس ترانزاكشن أناليسيس، أو إزاي نحلل بقى الترانزاكشن اللي إحنا خدناهم دلوقتي مع بعض، إزاي نحللهم. فإحنا خدنا آخر مرة اللي هو عرفنا يعني إيه أسيتس بتساوي لايبيلتي، والأونرز إيكويتي اللي هي ديت قايمة البالانس شيت، وعرفنا قايمة الإنكم ستيتمنت، وعرفنا الكاش فلو ستيتمنت، وعرفنا الأونرز إيكويتي ستيتمنت. هنا هنتعرف على حاجة جديدة بقى في كل قايمة، هنتعرف على قايمتين مهمين جدا اللي هو البالانس شيت والإنكم statement. هنتعرف على حاجة جديدة اسمها debit و credit. هنتعرف على debit و credit. هنا debit بيرمز برمز DR و credit بيرمز برمز CR. debit يعني ايه؟ debit يعني left side، دوت اسمه left side. و credit يعني ايه؟ يعني right side. بس كده، هو ده كريدت. ديبت يعني ايه كريدت؟ ده مفهومهم العام يعني. يعني ايه ديبت يعني كريدت؟ مفهوم بالعربي يعني ديبت يعني مدين، وكريدت يعني دين. طيب هنا كل حساب من الحسابات بتاعت البالانس شيت، كل حساب من حسابات البالانس شيت، مش كل بس الاسيتس واللايبيلتي والونز ايكوتي، كل حاجه جوه الاسيتس لها حساب بنسميها اسيتس. يعني الكاش مثلا ده اسمه اكونت، الاكونت ريسيفبل اللي هي اوراق القبض ده اسمه اكونت، الاكونت ريسيفبل يعني حساب الاكونت ريسيفبل. مثلا الانفنتوري ده حساب الانفنتوري، السبلايز ده حساب السبلايز، اللاند ده حساب اللاند. كل واحد بنعمل له العمليه دي، بنعمل لها ديبت وكريدت، بنعمل ديبت للاسيتس وكريدت. نفس الكلام هنعمل له هنا ديبت وكريدت، ديبت وكريدت. هنا نفس الكلام اللايبيلتي كمان لها ديبت برضو، ديبت بالانس ولها كريدت بالانس، ديبت بالانس وكريدت بالانس. نفس الكلام للاونرز ايكويتي، ديبت وكريدت. طيب هنا احنا عندنا بقى يعني ايه ديبت ويعني ايه كريدت، يعني الاصول مثلا طبيعتها بيقول لك انها طبيعتها ديبت. يعني معنى اخر ديت احنا ازاي بناخد تفصيل ان احنا ازاي نسجل بشكل صحيح في الـ في الـ في, الـ في الـ بشكل صحيح في الاكاونتنج، ازاي نسجل، هو ده طبيعه التسجيل. فهنفهمها، هتعرفها لما ناخد المثال العام هتعرفها. الاسيتس هنا بس تعرف الكلام ده، الاسيتس بتزيد في الديبت، بتزيد هنا في الديبت. يعني نقول امتى نزود الاسيتس؟ بتزيد لما مثلا الكاش يزيد، نحطه الكاش هنا، نكتب كاش هنا ونزود عنده في الديبت. نزود مثلا لو زاد، لو الكاش زاد ب 5000 نحط هنا 5000. لو الكاش قل بننقص هنا في الكريدت، بننقص هنا في الكريدت، بنحط يعني الرقم هنا في الكريدت. يبقى هنا طبيعه الكاش ايه بقى، او الاسيتس بوجه عام كل الاصول طبيعتها ديبت بالانس، طبيعتها ديبت بالانس. يعني لما بتزيد بنحطها في الديبت، لما بتقل بنحطها في الكريدت، يبقى طبيعتها ديبت عشان لما بتزيد بنحطها في الديبت. طب اللايبيليتي عكس الاسيتس، هنا بتقل وهنا بتزيد. يبقى هنا الكريدت، يبقى هنا طبيعتها ايه؟ طبيعتها كريدت. يبقى هنا دي طبيعتها كريدت ودي طبيعتها ديبت. يبقى هنا ده عرفنا حسابات الاسيتس كلها وحسابات اللايبيلتي كلها طبيعتها كريدت، وطبيعه الاونرز ايكويتي اكيد عامله زي اللايبيلتي. هنا لما بتزيد ديت بنقول عليها كريدت، ولما بتقل بنقول عليها ديبت. ديت الاونرز ايكويتي واقع عام. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه ديبت وكريدت، عرفنا ان الاصول طبيعتها ديبت واللايبيلتي طبيعتها كريدت والاونرز ايكويتي طبيعتها كريدت. يعني لما بتزيد بنحطها في الكريدت، لما بتزيد بنحطها في الكريدت، لما بتزيد هنا بنحطها في الديبت اللي هي الاصول. طيب هنا دلوقتي احنا عايزين نعرف الانكم ستيتمنت بقى. عرفنا دلوقتي البالانس شيت، احنا هنتكلم عن تو ستيتمنت، البالانس شيت والانكم ستيتمنت. اتكلمنا كمان عن الانكم ستيتمنت وعرفنا ان هي بتتكون من حاجتين، اول الريفينيو ماينس الاكسبنس. نفس الكلام هنعمله اللي احنا عملناه في البالانس شيت، ديبت وكريدت نفس الطريقه بالظبط، نفس الطريقه بالظبط. ادي الريفينيو، ادي الريفينيو هنحط هنا، ادي الريفينيو طبيعته هنا ديبت وكريدت. الاكسبنس برضو هنا عنده ديبت وكريدت وكريدت. طيب هنا عندنا الريفينيو لما بيزيد بيبقى طبيعته كريدت، لما بيزيد بيبقى كريدت. نغير اللون، لما بيزيد بيبقى طبيعته كريدت، ولما بيقل بيبقى طبيعته ديبت. هنا العكس بقى، الاكسبنس عكس الريفينيو، لما بيزيد بيبقى طبيعته ديبت عامل زي الاصول، وهنا دوت لما بيقل بيبقى طبيعته
كريدت او طبيعته يعني ديبت، يعني من الاخر طبيعته بنقول طبيعته ديبت يعني من لما بيزيد بيبقى ديبت، هنا طبيعته كريدت يعني لما بيزيد بيبقى كريدت. يبقى احنا كده عرفنا الخمس حسابات بتوعنا، عندنا خمس حسابات مهمين جدا اللي هم الاسيتس واللايبيليتي والاونرز ايكوتي. ده عرفنا دي طبيعته الاسيتس عامل زي الاكسبنس بالظبط، هو الوحيدين اللي زي بعض. اه الاسيتس والاكسبنس الاثنين لما بيزيدوا بيبقوا ديبت، لما يبقوا بيزيدوا بيبقوا ديبت بالانس. انما اللايبيليتي والاونرز ايكوتي والريفينيو لما بيزيدوا طبيعتهم كريدت بالانس. تعالوا بقى ناخد مثال عمل هيوضح لنا العمليه ديت كلها. هنا ادي المثال بتاعنا اهوت. لو احنا فاكرين الاول كان ترانزاكشن نمبر 1 كان هو دوت، وكان كان الاسيتس بتساوي اللايبيليتي. انا بقول لك ان الراجل فتح الشركه لسه فاتح جديد اهوت، والكاش زوده ب 25000 والاونرز ايكوتي الكابيتال ب 25000. طب هنا هنعمل بقى الحاجات اللي احنا عملناها فوق ديت ازاي؟ هنا عشان نسجل الكاش بنقوم عاملين زي ما احنا شفناه هنا الكاش، نكتبه كده كاش. ونوع الكاش قلنا من الاسيتس، الاسيتس لما بتزيد الكاش زاد ولا قل؟ هو زاد ب 25000. فلما بيزيد بيبقى في الديبت ولا في الكريدت؟ اكيد بيكون فين؟ في الديبت مش في الكريدت. فهنكتب الكاش هنا كام؟ 25000. طب هنا الكابيتال، الكابيتال بقى ديت هنكتب نفس الكلام، زادت ولا قلت؟ هي زادت طبعا. هنا الكابيتال هنسميه سي مثلا، وهنا ديبت وهنا كريدت. طيب اللي ما بيزيد الكابيتال بنحطها فين؟ بنحطها فين؟ في 25000 الكريدت، لان هي الكابيتال اونرز ايكوتي. الاونرز ايكوتي لما بتزيد بنحطها فين؟ بنحطها في الكريدت مش في الديبت. يبقى هنا دوت بنحط هنا الكاش، بنعمل له حساب لوحده اسمه كاش، هو حساب لوحده اسمه كاش اهوت. والكابيتال عملنا له حساب لوحده اسمه كابيتال، ممكن نسميها اشياء باختصار بس مش اكتر. يبقى ممكن نسميه كابيتال وبعدين كاش نسميه، ده بيزيد بيبقى ديبت وده بيزيد بيبقى كريدت. طيب هنا احنا عايزين نعمل قيد يوميه بقى، ده اسمه دفتر استاذ، لكن احنا عايزين نبدا بقيد اليوميه، مش هنقعد بقى نكتب كل شويه انا بنكتب الكلام ده كله. اول حاجه لازم تكتبها اللي هي ايه؟ اللي هي بتكتب الكاش. الكاش هنا بنكتب هنا في الحته دي ديبت وهنا في الحته دي كريدت، ده شكل القيد اليوميه العادي خالص. فالكاش هنا زاد فالجي ديبت صح، فنحط تحت الديبت هنا الكاش ب 25000. هنا بنحط ايه؟ الكريدت اللي هو الكابيتال، الكابيتال هو الناحيه الثانيه صح؟ الكابيتال، الكابيتال. طب الكابيتال هنا جه ديبت ولا كريدت؟ جه كريدت، فالكريدت هو هنا بنحطه تحت الكريدت بس الناحيه الثانيه تحتها قدام قدام الكابيتال ب 25000. لازم الديبت يساوي الكريدت في قيد اليومي، ده اسمه قيد او جورنال انتري، ده اسمه جورنال انتري. يبقى الاثنين دول مع بعض كده اسمهم جورنال انتري. يبقى ده اول جورنال انتري موجود عندنا في او في الشركه. اول حاجه بنفتحها الكاش زاد اهوت زي حطيناه في الديبت، والكابيتال زاد هو كمان حطيناه في الكريدت لان هو لما بيزيد بنحطه في الكريدت. فهو ده اول قيد عندنا، وادي الشكل بتاع دفتر الاستاذ بتاعنا اللي احنا عرفناه لسه عارفينه من شويه. طيب لما نيجي نخش على الحاجه الثانيه، ايه الحدث الثاني اللي حصل في الشركه؟ بيقول لك هنا ان السوليوشن دفع 20000 عشان يشتري حته ارض. طب هنا ايه اللي اتاثر؟ تعالوا ما نشوف كده اللي اتاثر. هنا لو انتوا فاكرين كان اللي اتاثر الكاش قل ب 20000 اهو، قل الكاش قل ب 20000، واللاند زادت ب 20000. حصل حاجه للكابيتال؟ لا ما حصلش اي حاجه، ده هو الكاش قل واللاند زادت بس. يبقى هنا هنكتب نفس الكلام، هنكتب هنا كاش وهنا لاند، بنكتب بس الحاجات اللي اتاثرت بس، مالناش دعوه بالحاجات التانيه خالص. ما بنكتبش بقى تاني كل شويه نقعد نكتب اكونتس بيبل واكونتس ريسيبل والكلام ده كله، لا بنكتب الحاجات اللي اتاثرت بس. نفس الكلام هنا ديبت وهنا كريدت. طب الكاش كان فوق كام؟ لازم نجيب الكاش. كان البالانس بتاعه كان فوق، كان 25000 ديبت صح؟ كان لو انت فاكر من شويه كان 25000 ديبت، كان ده اللي هو كان مديه لنا. اللاند لسه جديده ما فيش اي حاجه حصلت، وهنا برده ديبت وهنا كريدت. طيب هنا الكاش قل ولا زاد؟ قل. وقلنا لما الكاش بيقل بيروح فين؟ في الديبت ولا كان بيروح؟ اكيد في الكريدت، لان هو الديبت لما بيزيد انما الكريدت لما بيقل. فهو قل ب 20000، هنا بنقلله ب 20000 او 20000، والبالانس بتاعه الجديد بنطرح ده ناقص ده 25 اكتر ولا 20؟ ال 25، ف 25 ناقص 20 بنكتبها تحت هنا كام؟ 5000. بقى الكاش البالانس بتاعه 5000. طب اللاند زادت ولا قلت؟ اللاند زادت في الاصول، مش اللاند دي اصول. اه والاصول لما بتزيد بنكتبها في الديبت ولا كريدت؟ بنكتبها في الديبت. يبقى هنا اللاند هنكتبها في الديبت ب 20000. طيب لما نيجي نعمل قيد يومي عادي خالص بقى اللي احنا اتعلمناه لسه متعلمينه دوت، اول حاجه بنكتبها ايه؟ بنكتب اللاند عشان هي اللي زادت، بنكتب اللاند عشان هي اللي زادت، وبنحط هنا برده ديبت وهنا كريدت نفس الكلام بالظبط. الديبت والكريدت، اللاند زادت فبتحط في الديبت ب 20000،
طيب الكاش قل، مش الكاش قل بيجي في الكريدت، الكاش قل بيجي في الكريدت، الكريدت بيجي بعشرين ألف وكمان اهو، ولازم الديبت يساوي الكريدت اهو، هنا زاد بعشرين وقل بعشرين، خلي بالكوا نكتب الزيادة ونقصان في الترانزاكشن بس، دي أول عملية ودي اسمه جورنال ترانزاكشن. تعالى ما نشوف كده الحالة رقم ثلاثة، الحالة رقم ثلاثة اللي هي ترانزاكشن نمبر 3. تعالى كمان نشوف هيعمل ايه فيه. ادي ترانزاكشن رقم ثلاثة بيقول لك هنا عندنا الاسيتس، عندنا اشترينا سبلايز على الحساب، اشترينا سبلايز على الحساب، فايه هنا اللي اتأثر؟ اللي اتأثر اكيد السبلايز زادت ب 1350، 1350 زيادة صح؟ 1350. طب والاكونتس بيبل ايه ظروفهم؟ انا ما دفعتش فلوس، فهقول لك ما دفعتش فلوس، تمام ما دفعتش فلوس يبقى الاكونتس بيبل هي كمان زادت عليا فلوس، يبقى زادت الفلوس اللي عليا، زادت ما تقولش قلت، الفلوس اللي الفلوس اللي عليا زادت ب 1350. لما نيجي نسجل الكلام ده في الـ في الـ في الـ في اللي احنا قلنا عليه اللي هو التي اكاونت او اسمه الجنرال ليدجر او التي اكاونت اللي هو الليدجر يعني، بنسجل هنا مثلا الاكونتس بيبل، وهنا نسجل الناحيه الثانيه هنا السبلايز، ادي السبلايز بنسجلها نفس الكلام ديبت وكريدت، هنا طبعا لما بتزيد تبقى في الديبت فهي زادت هتبقى 1350، وهنا لما ديت زادت برضه فهنا لما بتزيد بتبقى فين؟ في الكريدت الاكونتس اللايبيليتي، وانا زي ما قلنا لما بيزيدوا بيبقى في الكريدت، فهنا نحطها في الكريدت مش في الديبت، وهنا الديبت هنحطها في الكريدت، فهنا 1350 في الكريدت، 1350 في الكريدت. طب الجورنال انتري بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى بالشكل دوت اللي هو هنبدا نشوف السبلايز اللي زادت في الديبت، بنكتبه الاول، بنكتبه فوق السبلايز هو اللي الديبت اللي بنكتبه الاول، يبقى هنا السبلايز زادت بكام؟ ب 1350 في الديبت، وهنا بنكتب تحت الاكونتس بيبل زادت هي كمان ب 1350، ولما بزيد بنكتبها في الكريدت، هنا ديبت وهنا كريدت. ادي القيد اليومية بتاعها. تعالى ما نشوف ترانزاكشن اللي بعد كده. هنا ترانزاكشن اللي بعد كده بيقول لك ان السوليوشن ريسيفد كاش، خدت كاش، كسبت ريفينيو يعني الريفينيو ب 7500 عشان يعملوا سيرفيس للكاستمر، فهنا الكاش زاد يبقى خدت كاش زاد والريفينيو زاد، فهنا هنشوف اللي احنا شفناه في البالانس شيت والانكم ستمنت، طبعا هنا اتاثر اتنين، الكاش زاد ب 7000 والريفينيو زادت هي كمان ب 7000، وقلنا ان الكاش لما بيزيد بنحطه فين؟ بنحط هنا الكاش، خلي بالك نجيب البالانس بتاع الكاش بتاع المره اللي فاتت كان كام، لازم نجيب البالانس الاخير اللي هو كان كام، كان 5000 تقريبا زي ما احنا قلنا، كان 5000، هو كان 5000 هنا في الديبت، طبعا كان في الديبت ب 5000، وهنا كان في الكريدت مفيش، كان خلاص البالانس، احنا بنجيب الرقم الاخير بس، البالانس اللي هو بتاع الرقم الاخير اللي هو اللي تحت خالص يعني بعد ما بنجمع ونطرح، فهنا كان 5000 الديبت بتاعه، وكان طبعا هيزيد الكاش ولا مش ولا هيقل الكاش، زاد ده ريفينيو جه يبقى هنحطه في الديبت، لما بيزيد اسيتس هو لا كاش اسيتس، ولما بيزيد بنحطه في الديبت، فهنا يزيد ب 7500، فدلوقتي البالانس بتاعه بقى كام؟ بقى 7500 زائد 5000 ب 12500. طيب الناحيه الثانيه لازم نكتب كمان الريفينيو، الريفينيو عارفين ان هي طبيعتها ايه؟ ده تبع الانكم ستمنت اه، بس طبيعتها ايه؟ ديبت ولا كريدت؟ طبيعتها كريدت، طبيعتها كريدت، فهنا نكتب الريفينيو وكريدت وديبت، وطبعا الريفينيو طبيعتها كريدت، فلما بتزيد بتزود الكريدت بتاعها 7500، ولازم لما نيجي نكتب القيد بنكتب الديبت الاول اللي هو الكاش، اوعى تفكر انك تكتب البالانس بتاع الكاش، انت بتكتب الكاش اللي زاد اللي هو 7500، مش احنا عارفين ان هو 7500 زادت؟ اه الكاش زاد ب 7500 في الديبت، طبعا هنا الديبت وهنا كريدت، واللي زاد برضو الريفينيو زاد وطبيعته كريدت، فلما بيزيد بنكتبه 7500 في الكريدت. تعالى ما نشوف الترانزاكشن اللي بعد كده. الترانزاكشن اللي بعد كده بيقول لك هنا بقى عندنا الاكسبنسز، عندنا الاكسبنسز المصاريف اللي احنا صرفناها لازم نكتبها بالترتيب، ما ينفعش ان احنا بقى لازم كل واحده لها حساب فيهم، كل واحده لها حساب فيهم، ما ينفعش ان احنا نقوم جايين عاملينها مره واحده زي ما احنا كنا بنعمل في الشابتر الاولاني، لازم كل واحده لها حساب فيهم ولازم تتكتب. فهنا عندنا هنقول الاسيتس، هنقول الكاش، عندك اول حاجه تاثرت الكاش في الاسيتس، فنكتب هنا كاش، الكاش اهوت ادي تي اكاونت وادي الكاش، هنا كريدت وهنا ايه ديبت،
والكاش قل ولا زاد؟ الكاش قل، ده احنا صرفنا كل ده اكسبنس، كل دي مصاريف صرفناها، فبالتالي الكاش قل، فبيجي في الكريدت هنا 3000. لازم نكتب الرقم الاخير بالبالانس بتاع الكاش اللي هو كان هنا، كان 12500، لازم الرقم ده يتكتب في نفس المكان هنا، نكتبه في نفس المكان اللي هو في تحت الديبت. في 12000 كان البالانس 12500، وهنا الكاش زي ما احنا شايفين قل اهو، طالما بين قوسين يبقى قل، قل ب 3650، قل ب 3650. طبعا ده هيطرح، انا لازم نجيب البالانس بتاعه، فهنا هنطرح الرقم ده ناقص الرقم ده، هيطلع لنا هنا 0 5 و 4 ناقص 14 ناقص 6 8، و 2 ناقص 3 12 ناقص 3 ب 9، يبقى فاضل 9000 عندنا 850. طيب يبقى ده البالانس بتاع الكاش. هنفتح بقى لكل واحده من دول حساب، والاكسبنس طبيعته، طبيعه الاكسبنس ايه؟ طبيعه الاكسبنس ان هو زي الاسيتس بالظبط، لما بيزيد طبعا ده زاد، الاكسبنس زاد، المصروف عندنا زاد، والمصروف ده كمان زاد، والمصروف ده زاد، والمصروف ده زاد، كل المصاريف زادت عندنا، فهنا بنكتب كل ده مصاريف. هنا هنعمل بس دي اكونت، مش هنكتب بقى ويزز كريدت ولا الكلام ده، هنكتبها بس في الديبت ولا في الكريدت. هنكتب هنا كام؟ ال 12 ال 21 2125 ده هيجي في الديبت ولا في الكريدت؟ اكيد هيجي في الكريدت، اللي هي الويز اكسبنس، هتيجي في الكريدت ب 12 ب 2100. لا عفوا يا جماعه، تيجي في الديبت، انا اسف، هي طبعا قلنا لما بتزيد بتيجي في الديبت، الاكسبنس لما بتزيد بتيجي في الديبت، فهي 2125. هنا نفس الكلام، الرنت اكسبنس انت برضه ديبت هنا، وهنا كريدت، وهنا ديبت، وهنا كريدت، وهنا ديبت، هنا برضو نفس الكلام 800 في الديبت لانها زادت، الاكسبنس زاد، نفس الكلام هنا، مش ضروري نكتب ديبت وكريدت، هنكتب على طول 450، وهنا في الاخر نكتب 275. يبقى كل واحد لازم نعمل لها حساب، اه كل واحد من الحسابات ديت لازم يتعمل له حساب لوحده في الليجر او في الحساب الاستاذ. طب لما نيجي نكتب القيد هنكتبه ازاي؟ القيد بقى بنكتبه ازاي؟ بنكتب، قلنا بنكتب الديبت الديبت الاول، قلنا بنكتب الديبت الاول، فنكتب الويجز اكسبنس ورنت اكسبنس ورنت اكسبنس وسميسلينس اكسبنس، فهنكتب هنا ويجز ويجز اكسبنس بكام؟ الويجز اكسبنس كانت ب 2100، طبعا هنا ديبت فوق وهنا كريدت، بكام الويجز اكسبنس؟ كانت 2125 في الديبت، 2125. طيب بعد كده نكتب الرنت اكسبنس، الرنت اكسبنس برضو كام؟ كان في الديبت ب 800 برضو ديبت. بعد كده ال utility expense، ال utility expense، ال utility كانت كام؟ كانت 450 برضو ديبت، 450. اخر حاجه اللي هي ال miscellaneous expense، expense كانت برضو كانت 275. 250. في اخر حاجه بقى نكتب، لازم طالما في ديبت لازم يكون في كريدت، طالما في حسابات للديبت لازم يكون في حساب للكريدت او حسابات للكريدت كمان، فهنا الكاش لازم هو كمان يقل، لازم يبقى هو طبعا قل، فبالتالي لما بيقل الكاش هو طبعا الكاش اسيتس، فلما بيقل بيجي في الكريدت، فالكريدت فهو ازاي قل بكام؟ 3650 في الكريدت، 3650. طيب انت كده وصلنا لنوفمبر 3. تعالى نشوف الترانزاكشن اللي بعد كده. هنا ترانزاكشن بيقول لك، قال بعد كده بيقول لك ان احنا دفعنا للراجل اللي احنا كنا واخدين منه، كنا واخدين منه السبلايز، دفعنا له بقى الفلوس اللي كانت علينا، دفعنا له جزء منها، فالكاش هنا قل ب 950، فهنكتب هنا الكاش طبعا هيقل ب 950، فالكاش طبعا كان لازم نجيب البالانس بتاع الكاش اللي كان فوق، لازم البالانس الرقم البالانس لازم يجي هو ده 9850، لازم نكتبه في الديبت 9850، فهنا 9850. طبعا ده كان البالانس. الكاش قل ولا زاد؟ قل يبقى بيجي في الديبت ولا الكريدت؟ اكيد بيجي في الكريدت، الكريدت لما بيقل بيجي في الكريدت ب 950، ولازم نطرح الاثنين من بعض تاني. هنا هيبقى 0 و5 ناقص 5 0 برضه، 8 ناقص 9 18 ناقص 9 9 و9 و8 ناقص 8 خلاص، فهنا بكام؟ ب 8900. ده الكاش دلوقتي الاندنج بالانس بتاعه. الاكونتس بيبل لازم برضو، هي كمان لازم يتعمل لها ليدجر اكونت، الاكونتس بيبل هنا اكونتس بيبل قلت بكام؟ كان طبعا الاكونتس بيبل كان لها بالانس قبل كده، كان البالانس بتاعها كام؟ كان 1350، كان في الديبت ولا في الكريدت؟ تعالوا اما نشوف كده كان البالانس بتاعها كام؟ اهي كان البالانس بتاعها في الكريدت 1350، فنروح نكتب في الكريدت 1350. هنا هنكتب 1350.
كان ده البالانس بتاعها. فهنا هي زادت، كانت هناك زايده. فهنا لما بتقل، قلنا لما بتقل بتيجي في الديبت ولا في الكريدت، قلنا اللايبيلتي لما بتقل بتيجي في الديبت، قلنا في اول محاضره خالص قلنا لما اللايبيلتي بتقل بتيجي في الكريدت ب 950. هنطرح الرقمين من بعض برضو، هيطلع لنا البالانس بتاعها في الكريدت هنا كام، هيطلع لنا صفر مثلا، وهنا 5 5 0 و3 ناقص 13 ناقص 9 4، فهنا هتبقى 400. فهنا ديت طبعا طيب لما نيجي نكتب برضو الاثنين، هنا قلنا بنكتب الديبت الاول، الديبت بتاعنا اللي جه كام، اللي هو الاكونتس بيبل، جه ديبت الاكونتس بيبل جت ديبت، الديبت بتاعنا بكام؟ ب 950. وبعد كده بنكتب الكاش، هو الكاش قال برضو ب 950 بيجي في الكريدت، طبعا هنا كريدت وهنا ديبت، فده القيد اليومي بتاعنا. طيب تعالوا نشوف كده القيد اللي بعد كده. هنا قال لنا ان السبلايز في اخر الشهر اللي لقيناها 550 بس، فده معناه ان احنا صرفنا من السبلايز دي قد ايه؟ قد ايه؟ 800. فالسبلايز قلت ب 800، والسبلايز هي اسيتس، فالاسيتس لما بيقل طبعا السبلايز كانت حسابها عندنا في الديبت كان ب 1350. لو احنا رحنا رجعنا السبلاي هتلاقي 1350. فهنا بيقول لك ان هي قلت، فلما بتقل بتروح في الكريدت، لما هنا ديبت طبعا، لما بتقل السبلايز لانها اسيت بتيجي في الكريدت، فالكريدت قل ب 800، فهتقل بكام؟ هيبقى عندنا الفرق ما بينهم كام؟ 13 ناقص 8 5 550. طيب هنا طبعا السبلايز اكسبنس دوت حساب لسه جديد خالص، سبلايز اكسبنس طبعا هنا كريدت وهنا ديبت، وقلنا لما بيجي الاكسبنس عامل زي الاسس، هو الوحيد اللي عامل زي الاسس، الاكسبنس هو الوحيد اللي عامل زي الاصول بالظبط، لما بيزيد بيبقى ديبت. فهنا 800 زائد ب 800، فطبعا هنا 800، فلما بيزيد هو ملوش قبل كده اي حساب، لسه مفتوح جديد. فهنا لما نيجي نكتب قيد اليومية عادي خالص، اللي هو بيبقى قلنا بنكتب الديبت الاول، الديبت هو جاي الاكسبنس هو اللي جاي ديبت اهو، هنا الكريدت هو اللي جاي 800، فهنا نكتب سبلاي اكسبنس اكسبنس بكام، ونقللها في الديبت بكام، هنقللها في الديبت ب 800، زادت قصدي زادت ب 800، السبلاي اكسبنس زادت ب 800، يعني المصروف بتاعنا زاد، المصاريف بتاعتنا زادت ب 800. وهنا السبلايز اللي هو الاسيتس بتاعنا، اللي هو الاسيتس السبلايز قلت ب 800، هنا طبعا بتيجي في الكريدت. فدوت الايه دي القيود بتاعتنا، وعرفنا بتعمل ازاي. اخر قيد بقى اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع ال 2000، ال 2000 بتاع اللي هو الراجل سحب 2000. طب الويدرولز دوت تبع ايه بالظبط؟ الويدرول ده عامل زي الاكسبنس بالظبط، الويدرولز عامل زي الاكسبنس بالظبط، لما بيزيد بيبقى ديبت ولما بيقل بيبقى كريدت، عكس الانفستمنت، الانفستمنت عكس الويدرولز. فمن غير ما نكتب البالانس شيت ممكن نكتب على طول الويدرول، حساب جديد خالص لسه اول مره يتفتح، لاول مره نشوف الويدرول. هنا ويدرول، الويدرول عندنا زاد ولا قل؟ قلنا الويدرول زاد لانه عامل زي الاكسبنس، فزاد لما بيزيد بيجي في الديبت ب 2000. وطبعا الكاش هو احنا خدها، فخد الفلوس ديت هو كاش، المسحوبات اللي هو خدها دي كاش، فالكاش هيقل. طبعا لازم نشوف حساب الكاش كان كام عندنا فوق، لازم نشوف حساب الكاش اخر مره كان حساب الكاش اهو 8900، كان 8900، ادي كان اخر مره حساب الكاش 8900، هنا 8900 ادي حساب الكاش، فكان في الديبت طبعا هيطرح ب 2000، هيبقى 8900 ناقص 2000 هيبقى رقم 5900، لا هيبقى 6900، 8 ناقص 2 6900، خلاص. فهو ده اللي هيبقى الكاش. طبعا لما نيجي نكتب قيد اليوميه هيبقى عادي خالص، هيبقى الويدرول هنا في الديبت زي ما قلنا، لازم نكتب الديبت الاول في الديبت ب 2000، وفي الكريدت اللي هو الكاش هيقل طبعا ب 2000، هيبقى برضو يعني ممكن نعتبر ان هي ديت كمان الديبت، يعني ديت ديبت وديت الكريدت، وهيبقى 2000 الكاش هيقل ب 2000. فهنا الويدرول 2000 زاد، والكاش قل ب 2000 برضو، يعتبر قل ب 2000 والويدرول زادت ب 2000. فهنا دوت الحسابات ديت بتاعتنا بالشكل ده. هو هنا كان في غلطه في الكاش، كان هنا بدل اللي احنا طرحنا غلط اللي هو 12500 ناقص 3650، هنا هتطلع 8000 مش 9000، 8000. طيب لازم نعدلها تحت طبعا، هتبقى 8000 لازم نعدلها كمان، هي كمان تحت في هنا في الكاش بتاعنا، هنا ما كانش في حساب، كان في حساب كاش، هنا كانت 800 برضو، هنا كانت 800 فلازم نكتبها 800،
وطبعا لازم برضو نكتبها تحت هنا، تبقى كام؟ مش هتبقى 8900 بقى، كان هتبقى 7000، 7900. وفي الاخر خالص لازم طبعا لازم نظبط برضو البالانس بتاع الكاش في الاخر هنا، لازم الكاش يطلع ب هنا هتبقى 7000، 7000، ودي هتبقى كام؟ 5900، 5900. وكده نكون خلصنا بقى يعني ايه، عرفنا يعني ايه قيد يومية، وعرفنا يعني ايه ضغط الأستاذ بشكل بسيط جدا، بشكل مبسط جدا. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية، المرة الجاية هنوضح أكتر الموضوع، أمثلة أكتر من الموضوع ده.